الاي تو اس اللي هو سيريال اوديو كنترول، سيريال اوديو كنترول. اي سكوير ساوند هندسه، ايه اي سكوير ساوند، اي سكوير ساوند الاثنين، تمام سيريال اوديو كنترولر او اي سكوير ساوند. برافو عليك. ايه ده بقى؟ ده خط واضح او اوديو او ساوند، يعني نقل صوت او نقل داتا تخص الصوت، نقل الداتا اللي تخص الصوت. فدي الداتا ما ينفعش تبقى رايح بس، يعني ما ينفعش يبقى زي الاي تو سي كده زي ما انت شفت، خط نقل الداتا هو خطين، خط داتا وخط كلوك. ما ينفعش الكلام ده في الصوت. انت لما بتيجي تتكلم مش بتدوس على زرار فتتكلم، فلما تيجي تسمع تشيل ايدك من على الزرار تسمع، الصوت رايح جاي. فانت مجبر في خطوط الاي تو اس لازم يبقوا خطين، لازم يبقى عندي، لو عندي هنا اهوت ادي ديفايس وادي ديفايس هيتنقل الصوت ما بين التو ديفايس دول، يبقى لازم يبقى في خط رايح وخط راجع. بس يبقى انا كده عندي كام خط داتا؟ خطين. الداتا بالنسبه لي، الداتا بالنسبه لي اللي هي الفويس اللي هي الصوت، ونفس الكلام لازم برضو يبقى عندي خطين كلوك. يبقى هتلاقي في خط داتا رايح وخط داتا جاي وعندي خطين كلوك. فلو عملنا ادي خطوط، اسف الكلوك، خلينا الكلوك الاول، مش مشكله خلينا الكلوك الاول. طبعا خطين الكلوك هيطلعوا من الماستر للسليف. هنا اهوت ادي خط الداتا رايح وادي خط الداتا راجع، ادي فويس ودي فويس، دي فويس داتا يعني ودي فويس داتا. هنا عشان كده كنت من شويه لو تفتكر، فين من شويه هنا اهوت وانا برسم دي، برجع لها تاني قلت لك ما تنساهاش، انا عاجباني قوي الرسمه دي وخط كان حلو فيها، تصدق رسمها حلو. ماشي. في رقمين، رقم 24 ميجا هرتز و48 ميجا هرتز، قلت لك الارقام ديت موجوده بالفعل، يعني ناخد بالنا منها عشان موجوده بالفعل. فهم بدانا بقى ناخدهم، خط 24 ميجا هرتز دي كلوك، كلوك اهي كلوك خلاص، وادي كلوك 48 ميجا هرتز، وادي خط فويس رايح وادي خط فويس جاي. ناخدوا الخط الفويس الرايح والجاي الاول بكذا مصطلح بقى. يقول لك مثلا تي اكس، مش ده خارج تي اكس، ده بيستقبل ار اكس. طبعا العكس بقى، ده خارج يعني تي اكس ارسال، ده بيرسل الصوت، ده بيستقبل يبقى ار اكس. ده في مخطط، ممكن في مخطط تاني ما تلاقيش تي اكس وار اكس، ممكن تلاقيها التي اكس داتا اوت، الار اكس داتا ان. هتفرق معانا ولا هتفرق؟ هنا طبعا داتا ان، هنا داتا اوت. بس عشان بس المصطلحين دول، انت ممكن تفتح مخطط تلاقي اول ما تلاقي الاربعه دول داتا ان داتا اوت، اعرف ان ده على طول خط اي تو اس من غير ما تقرا كلمه اي تو اس اساسا. طب خطوط الكلوك، واحده هتلاقي مكتوب عليها امسح دي بي كلوك، وهنا طبعا بي كلوك، وهنا هوت ليفت رايت كلوك، ليفت رايت كلوك. البي كلوك دي بي كلوك، لو كتبنا يعني الترجمه بتاعتها البيت كلوك. اظن انت بقيت مستوعب يعني ايه بيت كلوك، اظن انا اترجمها مش محتاجه بقى ترجمه، نرجع لورقه تاني. ان كل بت من دول محتاجه ايه؟ كلوكايه عشان تشتغل. كل بت من البتات اللي ماشيه دي محتاجه كلوكايه عشان تشتغل، فدي البت كلوك. في واحده بقى تانيه بقى اسمها ال ار كلوك، ال ار كلوك اللي هي ليفت رايت رايت. الله ينور عليك يا احمد، مذاكر يعني حبيبي هندسه. ليفت رايت كلوك، برضه ليفت رايت كلوك دي ايه؟ دي الكلوكايه اللي بتطلع الصوت في الار اكس وفي تي اكس في الجنبين عشان تشغل رايح جاي، الصوت رايح او جاي. بس انا بالنسبه لي البيت كلوك، ليفت رايت كلوك، التي اكس، الار اكس، لازم الاربع خطوط دول سلام. مين بقى
اول ما الاقي في اي مخطط سواء ايفون سامسونج مش اندرويد يعني اي حاجه هي بروتوكول ثابت. ده ما اتعملش للموبايل يعني البروتوكول ده ما صنعهوش شركه ايفون لاجهزه ايفون وما صنعهوش او شركه ابل لاجهزه ايفون او شركه مش عارف سامسونج. لا ده بروتوكول اي شركه مصنعه هتدخل خطوط فيها صوت وفيها كلام اشتغلي بالبروتوكول ده، ده نظامه يبقى لازم يمشوا عليه. فدي قاعده فمش هتختلف. الاختلاف بقول لك في المسميات تحت نوت وغيرتها لك اهي، يا اما تلاقي تي اكس وار اكس يا اما تلاقي دي اوت ودي ان بدل ار اكس ودي دي اوت ودي ان بدل تي اكس وار اكس، بس كده ده بروتوكول. بس في مشكله، ده مختص بنقل الصوت، ناخده بروتوكول كمان. عشان كده بقول لك البروتوكولات سهله، هي بس الفكره او التعقيده او الفهم الصوره اللي عشان انا حبيبها بصراحه، الصوره دي مهمه قوي. وبعد كده انك تفهم موضوع الاي تو سي، الخطوط كانت ماشيه ازاي وقرايه الادرس وان هو موافق دخل، اقرا الادرس الداخلي موافق ابعت لي الداتا. هنا بقى الموضوع ابسط بكتير او بقيه البروتوكولات اقل تعقيدا، ولكن زي ما انت شايف كده هو اكثر خطوطا ولازم اتنين ديفايس بس هم اللي بيتعاملوا مع بعض. يعني هنا ما ينفعش اكتر من ديفايس وما ينفعش اقل من اربع خطوط. فلو السيستم ده، لو افترضنا سيستم الاي تو اس ده طبقته في خطوط الاي تو سي مثلا، يبقى انا محتاج لو اربع اي سي هات اربعه في اربعه ب 16 خط، ال 16 خط دول داخلين على البروسيسور، ال 16 خط دول ماشيين في البورده. تخيل حجم البروسيسور هيبقى عامل ازاي وحجم البورده هيبقى عامل ازاي، ومش هيبقى بالكفاءه بتاعت الاي تو سي. الاي تو سي على فكره فيه ليه عيوب، ان هو بطيء شويه، عشان كده ما بيستخدمش في الحاجات اللي محتاج فيها سرعه في نقل الداتا. الاي تو سي بطيء شويه، زي ما انت شفت انا قلت لك الارقام بتاعته بينقل بحاجات بالكيلو هرتز، يعني عارف اللي هو لما جينا اتكلمنا من شويه وقلنا ان فين لسه من شويه كنا متكلمين عليها اللي كتبنا فيها 100 و400 ماشي. المهم 100 كيلو هرتز و400 100 كيلو بيتس في الثانيه و400 كيلو، انت عارف يعني 100 كيلو و400 كيلو بسرعه بطيئه جدا. انا بقول لك هندخل في حاجات بالميجا بعد كده، عارف بالمليون مش بالالف، هنا بالالف. فده نوعا ما هو الاي تو سي موفر كويس رخيص، بس بيوفر في خطوط كتير في البورده، سعره قليل، الكلام ده كله، بس معقد شويه في شغله وخطوطه كتير وكعبلته كتير وبطيء، بطيء شويه. عشان كده طوروه، عشان كده طوروا الاي تو سي وعملوا نظام اسمه الاي 3 سي بعد كده. خلينا بس نكمل الاي تو اس كده خلاص نشطب عليه.